الرجيم اللي راح يلصق بطنك بظهرك. شنو مزايا هذا الرجيم وشنو عيوبه؟ المزايا انه فعليا بطنك وظهرك راح يلصقون ببعض. العيوب انه شديد وايد. اللي ما قدر يطبقه خليه يرجع على رجيم امس 911. تقفون للمرة المليون. لما اتكلم عن الممنوعات في هذا الرجيم لا حد يقول شبقه شناكل، كمل الفيديو للاخر بعدين تعال تكلم. نبلش بالممنوعات، وأولهم العسل ممنوع في هذا الرجيم، التمر ممنوع في هذا الرجيم، البطاط ممنوع في هذا الرجيم، المخبوزات كلها والمعجنات ممنوعة في هذا الرجيم، البطاط كلها ممنوع في هذا الرجيم، المشروبات الغازية الدايت والعادية ممنوعة في هذا الرجيم، وطبعا العصائر ممنوعة في هذا الرجيم، الكاكاوات كلها ممنوعة في هذا الرجيم، البقوليات كلها ممنوعة في هذا الرجيم، الأرز أو العيش ممنوع في هذا الرجيم. شنو بقى؟ شنو بقى؟ شنو بقى؟ تعالوا نسمع المسموحات. تعال اسمع. الأسماك كلها مسموحة في هذا الرجيم وبكميات مفتوحة. الأجبان كلها مسموحة في هذا الرجيم وكذلك اللبنة. الزيتون مسموح في هذا الرجيم. اللحوم الحمراء كلها مسموحة وكميات مفتوحة في هذا الرجيم. اللحوم البيضة مثل الدياي مسموحة وبكميات مفتوحة في هذا الرجيم. كبدة الدياي أو كبدة الغنم مسموحة في هذا الرجيم. التركي مسموح في هذا الرجيم. الشطة مسموحة في هذا الرجيم. الزيوت الصحية كلها مسموحة في هذا الرجيم مثل زيت الزيتون. التونة بأنواعها المختلفة مسموحة في هذا الرجيم. البهارات كلها مسموحة. المكسرات كلها على اختلاف أنواعها مسموحة في هذا الرجيم. الفواكه كلها مسموحة في هذا الرجيم. الخضروات كلها مسموحة في هذا الرجيم. المشروم على اختلاف أنواعه مسموح في هذا الرجيم. الخضروات الورقية مسموحة. فلفل ألوان، جزر وطماط كلها مسموحين. البيض مسموح في هذا الرجيم وبكميات مفتوحة. الحليب مسموح في هذا الرجيم. اللبن والروب غير المنكه مسموحين في هذا الرجيم. اللبنة مسموحة في هذا النظام. سكر ستيفيا مسموح في هذا النظام. الشاي والقهوة مسموحين بالنظام بشرط إما سادة أو محلات بسكر ستيفيا. السلطات مسموحة في هذا النظام، حتى السلطة اللي مثل هذه فيها شرمب وجبن وزيتون لأن كل مكوناتها مسموحة. هذا النظام راح تاكل وجبتين باليوم فقط. وجبتين هذيلا أنت اللي تحدد وقتهم، بس بينهم ما في ولا سناك، ماكو سناكات بين الوجبات. تقدر تحلي مباشرة بعد كل وجبة بتناول أي نوع فاكهة تحبه. مدة النظام من أسبوع لشهر. بعد ما تخلص الوجبة والتحلية ولا شيء تاكله ليل الوجبة اللي بعدها. اقتراحات لأوقات الوجبات، نقول واحدة الساعة 12 مثلا واحدة الساعة 6، بس مو شرط تلتزم بهالوقت. المهم انه وجبتين، والمهم انه مشبعين، والمهم انه ما بينهم سناكات. لازم وضروري تشبع بكل وجبة، اذا ما شبعت راح تخرب بالنص او راح تفكر تخرب. اشبع بس. والله سلامتكم وتعيشون، واتمنى انكم استفدتوا من فقرة الجمعية.